استمعت قبل فترة للعلامة المصري يحيى الرخاوي، مد الله في عمري. المصريون نسيج وحدهم حقيقة، انسى انسى، اقسم بالله. دائما انا استمع اقول ايش الناس هذول يا اخي، ادب مع علم نفس مع شعر مع عمق تجربة، شيء جميل جدا جدا. ما عندهم الجفاف اللي تلاقينه، وعالم نفس عالمي، عالم نفس على مستوى رهيب جدا الرجل يحيى الرخاوي، شيء كبير. احمد عكاشه ويحيى الرخاوي والمرحوم عادل صادق، لكن هذان الاثنين بالذات شيء نسيج وحدهما. عبد العزيز القوصي رحمه الله عليه، شيء اهرام اهرام في العلم. المهم، رحم الله من مات وامتع الله بطول عمر الحي منهم. والله حديث اقسم بالله ابكاني، واذا استمع اي واحد منكم حتما سيبكي. يقول انا مره كنت في عيادتي، في واحد فلاح جميل، الفلاحين اللي مش مفرعين دول، مش عارف عمده بقى شيخ بلد وبتاع، وجاهل. وبعدين بيحكي لي تعبان وفي سبب، وبيحكي لي من اللي عنده. فبيقول لي ابني، اصل فقدت ابني، عنده كم سنه يا عم الحاج؟ قال لي عريس. الله يرحمه. قلت له البقاء لله، يعني قبل ما يتجوز ولا بعد ما يتجوز ولا ايه يعني عريس يعني؟ قال لي لا، يوم فرح. يوم فرح. واحد متماسك. قلت له طيب يا عم الحاج ان شاء الله ربنا يصبرك، بس انا اتخضيت. فبدل ما انا اقول له مالك، قال لي مالك يا دكتور؟ هو اللي قال لك مالك؟ قلت له ابنك عريس سن الجواز ومالكش غيره، كان مالوش غيره. ربنا يصبرك ويقويك على اللي انت فيه. قال لي ربنا واسترد وديعته يا دكتور. قلت له ما جاي لي ليه؟ قال لي تساعدني شويه. انت استغربت رد الفعل؟ انا استغربت، وجالي كتاب اكتر منه، حزنت اكتر منه. بقى هو يطبطب عليا، ايه يا دكتور مالك يا دكتور؟ قلت له انا بشاركك المك علشان الحكايه مصيبه صعبه. انا مش قادر اتصورها يا عم الحاج. قال لي بس انا رضيت بقضاء الله، ربنا واسترد وديعته. مش هو وديع يا دكتور؟ عمال يعالجني. ايوه ما انساهاش الحاله ديت، وما انساش كرم اللي هو جاي مريض، ولا وانا ما عنديش حاجه الا هذا اللي انا سمعته هو اللي اصلا. وما تعرفش الولد ده، انما انت حسيت باللي المفروض هو هيحس بيه. بس هو بيحكي ومتماسك حاجه، يعني صبر وايمان فوق الوصف. وشاني رجل فلاح مصري، فلاح اصيل، الاصاله المصريه في الفلاحين، فلاح مصري. يعرض علي ايه مشكلته، يطلب نوع من الدعم النفسي يعني. طب ايه يا حق؟ ايه يا عم الحق مشكلتك؟ قال له ابني عند لله، الله يصبرك يا عم الحاج. عندك غيره؟ قال له ابدا، وحيدي. قال انا صعقت وحيده، صعبه كثير كثير صعبه، يعني هنا بس الصعوبه عاد. قال له كيف يعني بعد مرض بعد؟ قال له ابدا، ليله عرسه. قال انا صعقت حين سمعت هذا. دكتور رخاوي انسان عواطف، شاعر ما شاء الله عليه، عنده شعر، الف حياه شعر، وعالم نفس كبير ومعالج نفسي خطير. ترى شيء من الحزن نفسه الدكتور رخاوي. قال فجعل هو يواسيني، ايه يا دكتور مالك؟ ايه يا دكتور؟ قال له الله يصبرك يا عم الحاج، الله يصبرك. قال له انت كيف؟ قال له ابدا، انا رضيت بقضاء الله. قال له مش دي وديعه يا دكتور؟ مش دي وديعه؟ وما الاموال والاولاد الا ودائع، ولا بد يوما ان تسترد الودائع. ودائع هذه عند الله، احنا كلنا ودائع والله، نفوسنا في ابداننا ودائع لدينا اقسم بالله. ولا في واحد فينا بيقدر يخلد نفسه؟ بيقدر يجيب لي اكبر ملياردير، اكبر ملك في العالم، اكبر طاغيه، خليه يخلد نفسه، خليه يتحدى الموت، ما يقدرش، بده يموت بده يموت. اتينا الوجود على الرغم منا، وسنزايله ونتركه على الرغم منا. ولذلك على فكره جزء من فلسفه الحزن تذكيري بالعبوديه، انك انت عبد مش ايه، مش معبود. انت مربوب مش رب، انت تراب مش رب الارباب، انت انسان مش اله.
ليش طيب؟ الإله فعال لما يريد، فعال لما يريد، صحيح؟ هل أنت فعال لما تريد؟ لا، عشان هيك بتحط خطط وبتخيب، بتأمل تأميلات وبتنجحش، وبتطلب استبقاء أشياء وبتفلت منك، وبتحب الإيه؟ الحياة لمن تحب أموت أمامك، وبتحب تخلد ومش هتخلد، أنت عبد. الحزن هذه فلسفة الحياة. لذلك إريخ فروم عالم النفس، مفكر الألماني العظيم إريخ فروم كان يقول لا يمكن أن ينفعل ويستجيب للعالم بالطريقة الصحيحة العميقة من لم يمر بخبرة الحزن والمعاناة. عشان تفهم العالم والوجود بدك تعاني. لذلك بتشوفوا أكثر الناس سذاجة وسطحية وهوائية وفراغية، وبين قوسين وأكرمكم الله جميعا وتفاهة. تفاهة من هم؟ الناس اللي وضعوا في ظروف معينة أو القدر وضعهم في ظروف معينة جعلتهم تقريبا لا يعانون. أموال كثيرة وسلطة، سلطة على الناس وعلى الشعوب، سلطة عندهم، أموال كثيرة، واللي بده إياه، بس اللي بيشتهيه هو عذابه على فكرة. إذا أكيد عنده نوع من العذاب إنه مش عارف إيش بده، صح؟ علشان هيك أنا بخاطب كل واحد وخاطب نفسي، إذا كان الله فاتح عليك ومعطيك شوية مال كذا، إياك أن تفسد إنسانية أولادك، أبنائك، بناتك، إيه؟ بالإغداق اللي ملوش معنى هذا، وتحقيق الرغبات الدائمة، وتعيش أنت كذلك. لا لا، عش إنساناً وعلمهم أن يعيشوا إيه؟ بشراً عميقين. الحياة فيها أخذ وعطاء، فيها وجه المظلم وجه إيه؟ المنير، فيها السارب والموجب، هذه عشان تتوازن. لذلك كارل جوستاف يونغ، مؤسس أيضاً إيه؟ كبير جداً لمدرسة خاصة في التحليل النفسي، إلى جانب طبعاً إيه؟ زميله الأول فرويد اللي انشق عنه، سويسري يونغ، إيش يقول؟ يقول لا معنى للبهجة والفرحة في حياتنا ما لم يعادلا بشيء من الحزن والمعاناة. فرحة مستمرة، بهجة مستمرة، سعادة، سخافة سطحية بصير، إنسان سطحي بصير، تافه. لكن لما تعادل هذه الأشياء أضحك وأبكى، بشيء يبكي، بشيء يؤلم، بشيء إيه؟ يرهق، بصير الإنسان معنى، بيبدأ يتوازن الإنسان. هذاك هيك ماشي، مشوه، هو مشوه المسكين، مش عارف حاله، مشوه، فكر حاله شغل كبير، هو مشوه، واحنا بنشوفه شائها، نراه شائها ناقصا. ما بتوازن الا هي الانسان بجناحين، صح؟ بطرفين، بخبرتين، بمعنيين، بفلسفتين في الحياه، وهذا واضح يا اخواني. فالمهم، فقال ايه انا يعتها. فقال له يا دكتور مش كده؟ قال له كده يا عم الحق، الله يصبرك يعني، بس يعني احسه بالدكتور وبدا هو يعالجه. قال تعلمت منه، قال له أنا رضيت بقضاء الله ودي وديعة، والله تبارك وتعالى استرد وديعته. قال له طب أنت يعني طب جاي لي؟ قال له ساعدني شوي، ساعد كلمة كلمتين. لذلك هنا شوف فلسفة العزاء في الإسلام، من عز مصابا، صلى الله على معلم الناس كل الخير والله، من عز مصابا فله مثل أجره. تعرف علم النفس حاجة يسموها سيمباثي، شو سيمباثي؟ انك تراعي مشاعر الاخرين، تحاول تتفهمها، هذه شغله يعني الحد الادنى في الانسان، في شيء عمق الانسان، امباثي، مش سيمباثي، امباثي. امباثي بسموه التقمص الوجداني، تحاول تحط نفسك مكانه، تتخيل انت اللي فقدت ابنك الوحيد، مش هو، انت، ويوم عرسه، شوف شوف القدر، القدر عجيب، عنده ضربات عجيبه. يا نائم الليل مسرورا باوله ان الحوادث قد يطرقنا أسحارا. شيء عجيب يعني، ابنه البعيد، اللهم لا تبتلنا وتدخلنا في تجربة ومحنة، ابنه الوحيد ويوم عرسه يموت. يا الله والله صعبة، صعبة كثير والله، والله تبكي الصقر الجمود. عشان هيك الدكتور رخاوي تأثر جدا، المسكين ظهر عليه جعل يواسيه هذا، قال ساعدني ساعدني بكثير كذا بأي حاجة. فطبعا ولما سأله الدكتور يعني هو مش محزون مش مكتئب؟ قال بلى، هو حزين وكئيب. طب كيف أجاك ويطلب العلاج؟ كان هذا الفرق، عاد هذا الفرق بين الإنسان الشرقي المؤمن وبين الإنسان عموما الغربي البعيد عن الإيمان وبعيد عن هذا العمق الإنساني. الإنسان الشرقي شفته فلسفته طول حياته هكذا، إني أنا بدي أحمل حزني، بدي أشيله. وهذا تعبير أستاذنا الدكتور رخاوي، قال لا هو حزين وكئيب، لكن هو شايل حزنه معاه وماشي فيه، ما تكومش فيه في حتة كده وقعد هيك. الغرب بتكوم وبنتحر بعدين مرات أحياناً،
10% من المكتئبين ينتحرون كما قلنا، و70 الى 80% من المنتحرين مكتئبون. احصائيه بتخوف بترج. لا، هذا حامل همه وحامل حزنه وماشي فيه، والحزن هذا ما افسدش عليه ايمانه وما خلوش بدا يجدف على الله، وليش يا ربي وما كانش وقته وليش انا مش غيري، ابدا ابدا ابدا. قال لك رضينا بقضاء الله، يا الله. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله. هاي الودائع، هذا مفهوم الوديعه، انا لله، احنا كنا ملك لله، والله استرد الذي له وانا اليه. هي استرداد الوديعه، فهمتوا؟ هذا بيتكلم قران الزلمه، هذا الفلاح المصري العميق اللي علم العلامه الاستاذ يحيى الرخاوي، علمه، تعلم منه، قال تعلمت منه انا، هو بيتكلم قران غير ما يعرف. قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. قال عليه الصلاه وافضل السلام واله نعم ايه العدلان ونعم الزياده، او كما قال عليه الصلاه وافضل السلام في زياده ورحمه واولئك هم المهتدون.